هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. والحمد لله على هذه المقابله الاولى ديالنا في عصبه الابطال. الحمد لله على هذا الانتصار اللي كنبغيو نديو للجمهور ديالنا اللي ما كانش معنا اليوم. حنا دخلنا عازمين باش نحققوا الاهم هو ثلاثه النقاط، ما كتهمش النتيجه بقدر ما كيهم حققنا بدايه اللي مزيانه، بدايه اللي تعطينا واحد الثقه باش نمشيو للمباراه الثانيه في طنزانيا واحد القوه، وان شاء الله الخصم حتى هو الاخر غادي ندخلوا معاه هو باش غادي نحققوا الفوز كذلك ان شاء الله. وضروري كما قلت لك الجمهور هو الحافز ديالنا الاول، هو اللي كيدعمنا في المباريات. اليوم كما كتشوف تيران ما كانش الجمهور، كيحس بحال مباراه بلا جمهور ما عندهاش الطعم ديالها، ولكن الحمد لله ربي وفقنا وربحنا وكنبغيو نديو ثلاثه النقاط. حنا غادي دابا حنا يلاه بدينا اول مباراه في عصبه الابطال، حنا نناقشوا مباراه بمباراه، وحنا ضروري كما كتعرف فريق رجاء فريق القاب، اي مسابقه كيدخل خصو ينافس عليها. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.